صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان بحثنا السابق بفضل الله وتوفيقه عن المواهب اللدنية، واليوم نتمم البحث بالعطايا الوهبية، عطايا وهبية يعني هبة من الله للإنسان. العطايا دائما كالأحوال، لا تأتي للإنسان باجتهاده، إنما هي هبة الله للإنسان. مهما اجتهد الإنسان ومهما بذل على أن يدرك هبة إلهية بجده واجتهاده، فلا يمكن أن يحصل على ذلك إلا أن الله يهب هذه العطايا للمؤمن هبة وفضلا وتكرما منه. فالهبات الوهبية هي امتنان من الله للعبد المهيئ للعطية. العبد عندما يهيئ أو يتهيأ للعطايا فالله يمتن عليه بها. وهنا التهيؤ هو ليس بكثرة العبادة وليس بكثرة الطاعة، إنما هو بالتذلل والافتقار. إذا تذلل إلى الله وافتقر إليه ينال العطايا الوهبية من الله جل وعلا على مقدار تذلله وعلى مقدار افتقاره لله تعالى. والتذلل والافتقار لا يكون بالجسد، أن يذل نفسه بأن يحني الرأس أو يحني الظهر أو يتذلل برفع أوساخ أو أقدار ويظن أن هذا تذلل، لا يعني. التذلل هو تذلل القلب إلى الله، افتقار القلب إلى الله. هناك أناس يظنون أن التذلل أن يتذلل بجسده، مثلا يحمل نعل فلان أو يشطف الأرض أو يرفع النجاسة بيفتقر، هذا اسمه تذلل، لا، هذا اسمه تواضع. أما التذلل افتقار القلب إلى الله وانكسار القلب إلى الله، بحيث أنك ترى نفسك في كل طرفة عين بحاجة لعطاء الله، بكل طرفة عين تحتاج، أنك محتاج إلى الله في نفسك ونظرك ونطقك وسمعك وحركتك، أنت محتاج إلى الله في كل نفس. فإذا وجدت نفسك أنك في هذا الحال الافتقار إلى الله وأنك تحتاج إلى الله في كل نفس، هذا يسمى افتقار. وأما انكسار القلب فأن تكون كما قال الله تعالى: ربي لما أنزلت إلي من خير فقير. كلما زادك من العطاء تزداد افتقارا، كلما زادك من النعم تزداد افتقارا. فافتقار القلب هو أن لا يشبع من عطاء حتى ينظر إلى وجه الله يوم القيامة، هذا الافتقار يعني. أن لا يشبع من عطاء مهما كان العطاء، أن لا يشبع من عطاء حتى يوفق للنظر إلى وجه الله يوم القيامة. فمثل المؤمن كمثل جهنم، كلما ألقي فيها فوج
هل امتلأت؟ وتقول هل من مزيد، هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه، فعندها تقول قط قط انتهت. كذلك المؤمن مهما أوتي من فتح، ومهما أوتي من عطاء، ومهما أوتي من تجلي، لا يشبع حتى يكرم بالنظر إلى وجه الله يوم القيامة. عندها الكرامة الكبرى، وعندها النهاية العظمى. فوق ذلك لم يكن ولم يوجد عطاء أوسع من هذا العطاء. فالله عز وجل إذا هيأ العطايا، هيأها لبعض العباد، بعض العباد الذين تذللوا بقلوبهم إلى الله وافتقروا إليه بعد أن أعطاهم العطايا ونفحهم بالنفحات، فتجدهم دائما في افتقار إلى الله. ما هو الفرق بين هذا الحال وبين الذي يقول الحمد لله الله أعطانا وتفضل علينا؟ الذي تجده عند العطايا يفرح ويقول الحمد لله على عطاء الله، كأنه وقف عند هذا الحد وكأنه استغنى بهذا العطاء. وأما المؤمن ممكن أن يكشف له الغطاء فيرى العرش، بهذه الرؤية يعتقد يقينا أن العرش مخلوق لخالق، مخلوق، وإذا كان مخلوق فلا يشبع المخلوق إلا بالنظر للخالق، فيجد لو رأى العرش يجد نفسه فقيرا إلى الله، وكلما فتح له فتح يخاف من هذا الفتح. الفتح للمقربين مخافة، والحجاب لهم قرب. هذا ما بيعرفه كثير من السالكين، دائما الفتح باب الخوف، خشية أن يكون هناك مكر أو استدراج فتزل قدمك بهذا العطاء. فإذا فرحت بها العطاء واستغنيت فيه فأنت حجبت عن الله به. أما المؤمن، المؤمن كلما زاد عطاؤه كلما وجد أنه في عطش. مثله كمثل الذي يشرب من ماء البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا. هذه صفة يا ابني المؤمن. فالافتقار إلى الله، كلما أعطيت عطاء أن تطلب ما هو أعلى وما هو أكمل، وإذا أعطيت الأكمل فتجد نفسك كنت مقصرا ومذنبا بالحال اللي قبله، كنت مذنبا مقصرا، دائما تستغفر. الاستغفار من الحال الذي كنت فيه بالنسبة للحال الذي وصلت إليه. فكالمثال الذي آتيكم به، الطالب طلب أخذ شهادة الابتدائية، دفرة حصل الشهادة الابتدائية، فلما بيدرس بيصلي الكفاءة الابتدائية بالنسبة للكفاءة شو صارت؟ نقص. شوفها نقص، بيستغفر من الأيام اللي كان عم يدرس فيها. فإذا وصل إلى البكالوريا بيشوف الكفاءة بالنسبة للبكالوريا شو هي؟ كمان نقص، فيستغفر من الحال الذي كان فيه على حياة الكفاءة. فإذا وصل إلى الجامعة يجد البكالوريا بالنسبة للجامعة نقص، هنيك كان ما في عنده غير همة البكالوريا. لما وصل للبكالوريا انفتحت له الجامعة بكل أبوابها، كل الأبواب انفتحت، فشاف حاله أنه صار كان نقطة، فكر حاله كان فهمان بالبكالوريا، عم يدرس بكالوريا شيء عظيم،
لكن لما بتنفتح أبواب الجامعات شاف حاله كان نقطة في العلم. هذا شو اسمه؟ هذا الافتقار. فندخل هالجامعة بيقول يا ريتني كمان دخلت الجامعة الثانية، ودخل الثاني بيقول يا ريتني دخلت الثالثة، ويحصل على الكل ما في إمكان. لذلك دائما يجد نفسه في نقص. هذا الافتقار يعني، هذا الافتقار يلي الناس ما عرفوا، أو السالكين ما عرف كيف يكون الافتقار. فكر إنه إذا قال يا ربي أنا فقير بين يديك صار هذا مفتقر. الافتقار حال قلبي يا ابني. حتى تأخذ العطايا يا ابني من الله بدك تكون دائما مفتقر. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فإذا ما كنت فقير أو مسكين ما بيعطوك. إذا ما كنت على باب الله فقير وعلى أعتاب الله مسكين لا تدرك العطايا. فدائما اشعر بالافتقار. أما شاف حاله قلبه تحرك، ذكر الله، صار قلبه ينطق باسم الله، فرح، كيف، وقف عند الحد، قال له يا ابني أنت منقطع ومحجوب. أما من أراد الوصول دائما يحافظ على الرأسمال القديم، ثم بيضيف له رأسمال جديد ورأسمال جديد ورأسمال جديد، وكلما ربح من البضاعة الأولى بضم ربحة للبضاعة الثانية. فكل ما بتتوسع تجارته بيتوسع غنى حتى يكون أغنى أهل زمانه. هذا يا ابني الافتقار إلى الله. إذا كان أردتم أن يعطيكم الله من العطايا الإلهية، العطايا الإلهية متنوعة، فإذا أراد الإنسان أن يدرك من عطايا الله عز وجل فليزدد إلى الله افتقارا، يزدد إلى الله انكسارا. فكلما زاد افتقارا إلى الله كلما زاد عطاء الله، كلما زاد عطاء الله له. فالعطايا الإلهية إذا حصلت الانكسار والافتقار، العطايا الإلهية تأتيك إما أن تكون من تجلي صفات فتسري فيك كمالات الله في صفاتك، كمالات أسماء الله تسري في صفات المريد الذي يعطيه الله من العطايا. وهذه من أكرم العطايا الإلهية، أن تسري فيك الصفات. الصفات ما هي؟ هي أسماء الله الحسنى، 99 اسم. هذه الأسماء الحسنى هي صفات لله جل وعلا، فتسري فيك هذه الصفات أخلاق، تسري فيك هذه الصفات آداب، كمالات، فتكمل بصفات الله تعالى. ما بيصير الله بياخذ من ظلال الصفات فتسري فيه الصفات فيكمل بمعاملته، بأخلاقه، بقوله، بصحبته، بأعماله، تجده على أكمل الكمال، لأنه أخذ من صفات الله، أخذ العطاء الأوفر. فأول شيء تجري فيك الصفات، الله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، عالم الغيب والشهادة. هل أنت تعلم الغيب؟ تعرف أنت الغيب هلا؟ نعم نعم نعلم الغيب. كل ما غاب عنك هل أنت مؤمن به؟ أنتم مؤمنون بالله؟ رأيتموه أم على الغيبة؟ هل رؤية؟ تعالى الله عن ذلك. فهذا إيمان بالغيب. آمنتم بالملائكة؟ نعم، لأنهم معنا، وهذا إيمان بالغيب. آمنت بالآخرة؟
نعم، وهذا إيمان بالغيب. آمنتم بعذاب القبر؟ نعم، وهذا إيمان بالغيب. فالله يعلم ما غاب عنك، ولكن علمك بالغيب علمك لما غاب عنك وآمنت به إيمانا يقينيا، هذا إيمان بالغيب. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن، تتصف بالرحمة، ترحم الرحمة العامة لكل الخلق، الرحيم ترحم الرحمة الخاصة لأهلك وولدك، الرحمة الخاصة لك ولأهلك وولدك أي الرحيم، والرحمن الرحمة العامة بكل الخلق، ترحم الصغير والكبير والرجل والمرأة، ترحم الكل، الرحمن الرحيم. تسري فيك هذه الصفات. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، ملك لك تصير ملك في الحياة. من هو الملك؟ الملك هو الذي تذل الناس إليه لقوته وسلطانه، أما أنت تذل القلوب إليه لقوة سلطان الله عليك. لما هيمنت سلطان الله عليك هيمنت بروحك على القلوب فتذللت إليك. فهذا ملك القلوب، ما ملك الأجساد، هذا ملك بالسلاح، أما هذا ملك بالحب، ذاك ملك بالقوة، هذا ملك بالهداية والنور، الملك ملك بالسلطة، أما هذا ملك بالجذب الروحية. فهي الملك القدوس، الله تقدس عن صفات البشر، لكنك تتقدس عن النقائص وعن الرذائل، فتتقدس أن تكون طاهرا نقيا من الرذائل والنقائص. فهكذا كل الصفات هي بدها تسري فيه الصفات هي، هذا بالصفات، هذا تجلى الله إليه فسرت فيه صفات الله عز وجل، فصار من أهل الأعطيات. لما تقدست حصل لك التقديس بذكر الله، بنور الله، بمراقبة الله، صار قلبك طاهرا نقيا من الأغيار، صار أهلا للعطايا، صار أهلا للتجليات، لأن القلب طهر من السوى. هذا القدوس. نراها كثير، ما هي السلام، أن يسلم كل الخلق منك من أصغر ذرة إلى أكبر ما يكون في الحياة، أن يسلم منك، من لسانك، من يدك، من عينك، سلام، صرت كلياتك سلام. هذا المهم، هذا بدء العطايا الإلهية. فالعطايا الإلهية إما أن تكون تجلي صفات أو تكون تجلي ذات. تجلي الذات يمتلئ وجودك بالهيبة والجلال، أو بالأنس والجمال. تجلي الذات أحد حالتين، إما أن يتجلى عليك بأنسه وجماله، أو يتجلى عليك بهيبته وجلاله. فإن كان بالأنس والجمال دائما تجد نفسك في حالة سرور دائم، سرور دائم. ليش أنا فرحان كل هذا؟ مالك عفان، شو هالفرح؟ حاسس بحالك أنه أنت مسرور مكيف، ممكن ما يكون في بيئك قرش لكن مسرور، هذا من جوا يا ابني. هذا تجلي الأنس والجمال، دائما مسرور، دائما مبتسم، دائما في حالة فرح. هذا تجلي الأنس والجمال. أو بيكون دائما في حالة حاطط دائما متأثر، دائما ضيق الصدر، دائما في حالة تعب. هذا تجلي الهيبة، خوف دائما،
في حالة خوف، في حالة جلال، هيبة إلهية دائما. فاللي بيقعد معه يهابه، بدل ما ياخذ حريته معه تلاقيه دائما اخذ هيبة منه. هذا القلب ملئ بهيبة الله، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من رآه فجأة هابه، خاف من النبي. لما المرأة شافت النبي تعبت، النبي قال هوني عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. من الهيبة، من الهيبة. بعض أوقات لا يستطيع أن يتكلم مع ذلك الصالح. أنا كنت زرت بغداد يمكن من 20 سنة، زرت قبر سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، وزرت قبر سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. لما دخلت عن قبر أبي حنيفة، صدقوا ما بقي في شعرة إلا وارتجت، صرت أرجف. هيبة، هيبة، جلال بشكل لا يوصف. ما بعرف حالي أنا، يعني ارتعبت مثل الرعب. هي ما بدي شعرة إلا وأنا واقف بدي أقرأ، بدي سلم، لكن من سفر رجلي لرأسي وأنا عم برجف. هيبة، لكنها هيبة القرآن، هيبة العلم، هيبة الجلال. الله متجلي عليه بجلال العلم، هيبة. رحت لعند سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، الله أكبر، الأنس، أنس بشكل، استأنست بشيء والله يمكن لو شرحوني ما كنت بحس من لذة الأنس اللي استأنست فيه. هون روح تجلي الأنس الإلهي، فهذا بيشعر فيه ابن الأخ. إذا كان فيه عنده توفيق إلهي، فأنس وجلال، هذا تجلي الذات. فإما أن يتجلى عليك بالهيبة والجلال، وإما أن يتجلى عليك بالأنس والجمال. دائما أحباب الله وأولياء الله رضوان الله عليهم بالنية 80 منهم تجليهم تجلي جمال. وأما أهل العلم وأهل الأحكام والتشريع فتجليهم تجلي جلال. لذلك تروح لعند شيخ يقول لك ما بجوز، حرام، أوقع في قلبك الرهبة. تيجي لعند الشيخ حب الله، ذكر الله، في فرق بين هذا وبين هذا. هذا عم يعطيك العلم بالهيبة، هذا عم يعطيك الحب بالأنس واللطف. هذا تجلي وهذا تجلي، فهذا عطية إلهية وهذا عطية إلهية. فالعطايا الإلهية تأتينا من أحد طرفين، إما من الصفات، وهذه التي يتخلق بها السالك المؤمن، يتخلق بالصفات فتكون جزءا من وجوده، جزء من حياته، هذا إذا اتصف بهذه الصفات. لذلك أي اسم من الأسماء إذا نظرت إليه تجده موجود مجسد فيه تجسيد كامل. مرة سألني أخ قال لي شلون بدي أجمع بين المتكبر والجبار، من أسماء الله الجبار والمتكبر. طيب السالك فيه بده يكون جبار؟ لك إذا ما كان جبار ما بيكون سالك يا ابني، لسه ما سلك ولا عرف مقام السلوك. شلون بده يكون جبار؟ بده يكون ليس جبارا على الخلق، ولكن جبارا على نفسه وعلى إبليس. فيكون جبارا على النفس، لأن النفس هي الخصم الوحيد لله تعالى في الوجود، فيكون جبارا عليها، يقهرها باسم القهار، بيقهرها بذكر الله، بيقهرها
بالمراقبة بقهرها بالتجلي حتى تتذلل بين يدي الله. جبار وقهار لنفسه، قهار لشهواته، قهار للشيطان، ومتكبر. إذا ما كنت متكبر ما بتصير مؤمن. ما متكبر تشوف حالك على أكل هالأكلة وعلى هالفلان وعلى هالفلان، لا، تتكبر على كل النقائص والغفلات. كل غفلة تتكبر عليها بدوام الذكر، كل ناقصة تتكبر عنها بتركها وابتعادك عنها، فترك النقائص وترك كل. فلذلك دائما عم يرتقي من كمال إلى كمال، أي الصفات. والذات إما تجلي هيبة وجلال، وإما تجلي أنس وجمال. هذا يا ابني هي العطية الإلهية. فإذا أدركت واحدة من هذه فازدد إلى الله افتقارا. تجلى عليك باسم من الأسماء، افتقر حتى يعطيك الاسم الثاني الثالث، حتى تجد 99 اسما تتصف بها. عند النهاية لما اتصلت بالنهاية، نهاية الصفات، تصل للذات. التجلي الثاني لا يكون إلا بعد نهاية، بعد نهاية الصفات. والشغلة ما مسكنا مسبحة وذكرنا وصلنا، في طريق، هذا في اسمه طريق، والطريق بدك توصل. فاللي بيتمم لازم مواصل بيصل، وإذا ما في مواصل ملازمة راحت عليه. فلا تظن الطريق إنه عاد ذكرت الله، حبس نفسك وإلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، مش الحال. طريق يا ابني بدنا نصل. فذكر التخلق بالصفات ففي نهايتها تصل إلى اسم الله، إلى الذات. المريد في بدايته يذكر الله وفي نهايته يذكر الله، لكن ما الفرق بين الذكر في البداية وبين الذكر في النهاية؟ هذا ذكر وهذا ذكر، هذا مسك مسبحته الله الله الله، وكمان في النهاية عم بقول الله الله. لكن في أول الذكر قلت الله مع الغفلة، قلت الله مع الشرود، قلت الله مع الوساوس، لكن في النهاية تقول الله مع الحضور. مثل قصة نون سيدنا ذنون، ما حكيت لكم إياها؟ هي نون وهي نون، لكن وين سر ذنون؟ تعرفها؟ ما بتعرفها يا مسكين، راحت حياتك كلها سدى. سيدنا ذنون المصري رضي الله عنه كان من كبار العارفين بالله، وسمي ذنون لأنه كان كلما أتاه مريض أو محتاج أو في حاجة يأخذ شافة ورقة ويكتب له نون، إن شرب عنها برئ من المرض أو تيسر أمره وقضيت حاجته، نون. فأجى واحد يوم أيام مريض، ما كان الشيخ، كان في تلميذ الشيخ قاعد، ظنه هو الشيخ، دخيلك يا سيدي، قال له مصاريني عم تتقطع، دخيلك ما تسلم. ايه قال له بسم الله، اخذ ورقه كتب له نون، حط له النقطه، راح شرب عليها زاد له وجع. ليله ما نام، اجى ثاني يوم من الصبح شاف الشيخ قاعد، يا سيدي قال له وين الشيخ؟ خير يا ابني؟ يا سيدي قال له والله امبارح جيت مصاريني عم تتقطع، أعطاني ورقة، يا سيدي والله ما نمت الليلة زاد وجعي. الشيخ قال له بسيطة يا ابني، قال له بدي الشيخ، قال له كني أنا لحكتب لك ورقة، كتب له نون عطاياها، قال له هنا لحطها بالكاسة شرب، شرب الحمد لله اشتاق ساعتين. يا سيدي قال له مين الشيخ، أنت ولا هذا؟ لا، قال له أنا الشيخ. قال له سيدي هذا كتب لي نون مثل حكايتك نون، قال له ابني هي نون وهي نون، لكن وين سر ذا النون؟ ما
ما النون يا ابني به يبدا؟ السر يا ابني، سر اهل الله اللي كتب لك يا هي اللي. اما شغله نون بيكتب لك بدل النون سوره ياسين كلها بيحط لك اياها، بدها يا ابني حرف مع السر احسن ما تكتب 10 صفحات وما موجود. فكمان يا ابني كمان العطيه الالهيه عطيه مع سر اهل الله، اذا وجد معك سرهم حصنت يا ابني تحصن، واذا ما وجد ما حتحصن تصل الى هذا السر الكبير. فلذلك يا ابني لو المريد بيقعد مع شيخه 100 سنة يحتاج الى الرابطة في كل نفس، كلما طال الزمن احتاج اكثر، انه صرت كل ما كبرت صار لقمتك اكبر. لما كنت صغير كنا نطعميك بسكوتي، بعدين طعميناك كعكة، بعدين شافت خبزة، يعني لا صار بدك تاكل حفاتي وبدك تاكل مقادم تاكل كوسة محشي، ما مثل ما اول كنت. فكل ما كبر صار بده المدد اكبر من ذلك. فهالعطايا يا ابني الوهبية وهالعطايا من الجود الالهي والفضل الالهي عطايا عديدة. من العطايا يا ابني اللي الله عز وجل اكرم الانسان فيها، العطايا كثيرة لكن لا فصل قبل ما اعطيكم الامور. العطايا الالهية التي يتجلى الله بها على الانسان ممكن ان تكون مقابل عمل، وممكن ان تكون هبة ومنحة. العطايا احد حالتين، اما ان تكون مقابل عمل، صليت تجلى عليك بانوارك، صمت تجلى عليك بالصفاء، حجيت تجلى عليك بالقرب، هذا تجليات. فهذا عطاء، عطاء مقابل عمل، وهذا يسمى اجرا، اعطي اجرا على عمله، كافأه الله على عمله. في ناس اذا ما الله كافاهم تبرد همتهم، فجل جلال الله يكافئ فلان حتى دائما تزيد همته، فهذا عطية لكن اسمها اجر مقابل عمل عملته فاخذ هذا الاجر. اما العطية الوهبية سميت وهبية لانها هبة، الله يعطيها لعبده هبة ومنحة، هبة ومنحة من غير استعداد. والهبة والمنحة لا تعطى إلا لمحبوب، لا تعطى إلا لمحبوب، المحبوب يأخذ المنحة. أنت لما بتجيب الهدية بتعطيها لمين؟ لمن تحب أو لمن تبغض؟ لمن يحب. فالعطية دائما الوهبية تكون منحة لمحبوب فتسمى عطية، وأما إذا مقابل عمل تسمى أجرا. فأنت بدك الهبة أجر ولا هبة؟ بدك اياها عطية ولا اجرة؟ في واحد ما بيشتغل شغلة لا ياخذ الاجرة عليها، بده يسبح، بده يقرا، بده يذكر، شو الثواب؟ شو الله بده يعطينا اجرة؟ هذا عبد الاجر، عبد الاجر يعطى على مقدار عمله، اما عبد الحب يعطى بغير حساب. عبد الحب تحمل قد ما حملت تقول له لا تاخذنا، ما في شيء من مقامك، ما هي هذاك عطاء قال له بس 50 ورقة، قال له انا لازم اعطيك 30، ما بتستاهل اجره اكثر من هيك، اعطيتك 50، بيحاسبه على
اما بيقول له قد ما اعطاه انه دخيلك لا تاخذ، ما في شيء من هيك بيقولوا، ما في شيء من واجبكم، ما في شيء من واجبك. مع انه جاهد كثير لكن شايف حاله مقصر، لو جاب اكثر. فالعطيه ابني تعطى لمحبوب، وقد ما قدمت للمحبوب شوف حالك مقصر. فجل جلال الله يعطي عبده عطاء ينسيه وجوده وحياته، ما عاد يسأل عن حياته، صار يسأل عن حبه. ما دام عم يعطيك العطاء تنسى حياتك، تنسى وجودك، بدك بس تتقرب له. فهذه عطية وهذه أجرة، الله يجعلكم من أهل العطايا. نحن عم نبحث بالعطايا مشان تاخذوا العطايا. والعطايا أخواني منوعة، العطايا الإلهية منوعة. في عطية، في عطايا العلم، الله يعطي فلان العلم، هذه العطية عطاء العلم. العلم نوعان، المراد بالعلم هون هو علم الأرواح، علم القلوب، علم الوصال، هذا عطاء إلهي. فإذا أعطاك من العلم أن عرفته، وهي سر العلم كله معرفة الله، فإذا عرفت الله فعلمك علم حي يحيى الخلق به. أما إذا عرفت الأحكام ولم تعرف الله فحظك قليل بالنسبة للنفع. الأحكام الشرعية كلها في القرآن، تبهولي خاصة المشايخ، الأحكام الشرعية كلها في القرآن كم آية؟ كل أحكام الشريعة كم آية في القرآن؟ 300 آية، هي ما بلغت 500، 500 مع 300 آية. كل أحكام التشريع القرآن كم آية؟ 6600. الذي تعلم علم الحب أخذ الكل، والذي تعلم علم الشرع أخذ هذا الجزء من الكل. لذلك يصير عطاء عطاء جزئي ما هو عطاء كلي. هذا الفرق بين العالم العارف بالله وبين العالم بأحكام الله، هذا أخذ جزءا وهذا أخذ كلا. في فرق بين الجزء والكل؟ نعم. ممكن واحد يأخذ أصبع منك وممكن واحد ياخذك كلك، في فرق بين هاي وبين هاي؟ الله يجعلنا من الصادقين. فأول شيء يا ابني العلم، وهو عطاء إلهي وهبة ربانية يهبها لمن تفرغد قلبه بحبه. فالعلم الرباني، علم المعرفة، لا يكون بالوظائف ولا يكون بالدرجات ولا يكون بالمعاشات، إنما يكون بالحب لله، انفراد القلب بحب الله، هذا الذي يعطى هذا العلم. رضي الله عن أهل الله أجمعين، تعلموا، وهي كانت عند أهل العلم كلهم، كان إذا انتهى من العلم الشرعي يفتش على العارف بالله، يفتش على الشيخ، يروح لعند الشيخ حتى يربي له روحه، حتى يمسح له قلبه، يرفع منه الغرور، يرفع منه الأنانية، حتى يفرغ من كل هذه الأمور، عندها يملأ بنور الله وبتجليات الله. فالعلم عطية إلهية، الحال عطية إلهية. الحال ليس هو اجتهاد من ذكرك، إنما هو نعمة من فضله. ما تشوف أنه أنت إذا ذكرت حيصير معك الحال الفلاني، ليش فلان صار معه حال؟ في بعض الأحباب مثل الضغائر، مشان تنتبهوا شلون الضرة لما تستمر في ضرتها، لأن شوفي شو جاء لأساور، تكون سعرة الأساور من جارتها،
لبستهم وجيت لعند ضابطها، شوفي شو جاب لي اساور، شوفي شو جاب لي مطيف الماس، شوفي والله بيحبني كثير. مشان الاولانيه شو تقول؟ قولي على قامتي انا ما بيعطيني شيء. لما بيجي لعنده شو بتقول له؟ هذيك بتعطيها، انا ما بتعطيني، مشان تنمي الخناق بينه وبينها حتى يجي لعندها. كمان في اخوان يا ابني بها الصفه، بدك والله انا عم بذكر، لكن شو صار معي حال؟ توجه لي الشيخ شو توجه؟ صار معي حال كذا، وبيوصف لك احوال كاذبه. انت بتصدق انه إيه هذا صار معه احوال، انا ليش ما صار معي؟ هذا صار معه تجلي، انا ليش ما صار معي؟ إيه انا مالي نفعان يعني؟ مالي نفعان؟ او الشيخ ما بده يعني؟ تعرف الجامع. بدرك الجامع، بدرك الشيخ. فهذا ما حكى له الحال، لكن اراد يقطعه، وكان قليل عقل. كان بيجي لعند الشيخ بيقول له شيخي فلان صار معه احوال، انا ليش ما صار معي احوال؟ قال لك يا ابني الاحوال تكون على المريد حالين، اما حال يحجبه عن الله وعن احباب الله، واما حال يقربه الى الله والى احباب الله. فالحال اللي بيحجب هو الحال الوهمي، توهم انه صار معه كذا، توهم انه شاف النبي عليه الصلاة والسلام، توهم انه نزلت عليه انوار، حال وهمي، هذا حجاب عن الله يعني. لذلك بيحمل الطبل وبيطبل، صار معي كذا كذا، فيحجب عن كل شيء. اما الحال الثاني الحال من الله عز وجل، لما بصير التجلي على القلب تشعر بحالة أنس أو حالة عطاء أو حالة نعيم، بتخبيها بقلبك وتزداد استغفارا. إذا استغفرت الله بعد الحال دل على أنه حال من الله إليك، كلما زاد عطاؤك تزداد استغفارا. ليش هون الاستغفار؟ حتى ما تشوف حالك انه هذا فضل الله مو من عندي، انا ما بستاهل، لكن الله تفضل علي، فتزداد استغفر الله واتوب اليه. الحال الاولاني بيشوف حاله فيه، هذا الحال بيزداد استغفار. فحال وهمي وحال حقيقي، فالحقيقي ما زدت فيه استغفارا وافتقارا الى الله، والحال الوهمي ما رأى نفسه أنه على عطاء، فهذا حال. فالحال لا يأتي بالجهد، إنما هو فضل، فضل الله يتفضل. وإذا تفضل الله عليك فاكتم عطاء الله لك وأكثر من الاستغفار. أستغفر الله، طيب هذا حال شيء جميل، أنس أستغفر الله، ما يكون حال استدراج، ما يكون حال مكر، بين حلو من برا لكن من جوا اللي حيحجبك عن الله. وأكثر المريدين يا ابني في الطرق، أكثر المريدين يحجبوا عن الله بالأنوار. شاف نور قعد مرة ثانية، قعد ليذكر، لما مسك المصباح لحتى يذكر شو قاصد بالذكر، غمض عيونه وشو بده يشوف؟ صار بده يشوف النور، ما بقى بده الله، نسي الله، صار بده النور. فالنور حجبه عن الله. هذا يا ابني الحال يلي بيحجب الانسان عن الله. اما لا بده نور ولا بده تنور، بده الله. الله 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 الله، شاف الدنيا امتلئت نور، ما بيتعلق بذره، لأن الدنيا وكل ما فيها بقاء ولا فناء؟ شو الجواب؟ خلاص ما بتتعلق بالفناء، تتعلق بالباقي. فهذا المؤمن الذاكر يا ابني، فالحال عطاء إلهي عطاء، لكن أنت ما لازم تشوف حالك باجتهادك أو باستعدادك. نهاية الحال يكون هناك هبة المقام، المقام كمان هي عطية إلهية،
وهبة إلهية. ما الفرق بين الحال والمقام؟ الحال يتحول بتغير بيجي غيره، لكن المقام ثابت. المقام شو هو؟ خلق ثابت فيك لا يتبدل حتى تلقى الله. هذا شيء يقال له مقام. فالتوبة مثلا مقام، الصدق مقام، الإخلاص مقام، هذا بيبقى معك إلى أن تلقى الله. فالأحوال تتحول وتتغير لا يتعلق بها المريد. أما المقام هو ما ثبت في القلب ورسخ رسوخ الجبال، لا يتبدل ولا يتغير حتى تلقى الله. يلقى الله وهو على هذا، على هذا المقام، أي عطاء يعني. هذا عطاء إلهي. الصفاء عطاء إلهي، حصلت على صفاء، صفاء الروح. مثل هلا هي صافية ولا معكرة؟ معكرة. إذا بدك تطلع على اللي وراها ما بشوفه، أما الماء الصافي إذا بتطلع على اللي وراها ما بتورجيك إياه صغير، بتورجيك إياه بتكبره، بيعطي. فالصفاء يا ابني عطاء إلهي، عطاء إلهي. إذا استطعت أن تكون من أهل الصفاء بإحدى حالتين فيا هنيئا لك. الصفاء الحقيقي هو الذي يكشف لك عن حقيقة نفسك مع الله. هل أنت مشغول به أو مشغول عنه؟ هذا الصفاء ابني يكشف لك عن حقيقة نفسك مع الله. هل أنت مشغول به أو مشغول عنه؟ فإذا مشغول عنه ترجع إلى الله، وإذا مشغول به بتزيد شوقا إلى الله. هذا الصفاء. وخلاصة العطايا الإلهية، ما رح أكتب لكم إياها، خلاصة العطايا كلها، خلاصة الهبة الإلهية شيء واحد، الأدب مع الله. الأدب، الأدب، هاي خلاصة كل الإمدادات والعطايا والتجليات. أدبك مع الله، كيف تكون في خلوتك مع الله؟ كيف تكون في جلوتك مع الله؟ كيف تكون في سوقك مع الله؟ في السوق، في التجارة، في العمل مع الناس، الله شلون أنت متأدب معه؟ فلما متأدب مع الله بصير بيحكي كلماته، متأدب مع الله نظراته، الله معك، الله معك يراك، فمعناتها متأدب مع الله. وهذا كمال العطاء الإلهي. فأكمل ما يدركه المريد من الكمال أن يكون من أهل الأدب. وهذا يا ابني هذا عطاء لا يدركه إلا من كرمه الله تعالى بجوده وكرمه، عطاء من غير استعداد، هبة إلهية من غير استعداد، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فمن العطايا الإلهية منها عطايا بدنية، فالله يعطيك عطاء لبدنك، وهذه رزقها في الأرض، رزقها في الأرض، إما أن تزرع وإما أن تخع وإما أن تعمل في الأرض. أي العطايا البدنية، ما يحتاج إليه جسدك فالله يعطيك هذه العطايا من الأرض. ومنها عطايا إيمانية، ورزقها الذكر والقرآن، رزقها الذكر والقرآن، أي عطايا الإيمان. ما دمت عم تذكر الله وتقرأ القرآن فإيمانك يزداد، ليزداد إيمانا مع إيمانهم.
ذكرا وتلاوة للقرآن. هي فضل إلهي ثاني، هي عطية إلهية. عطية ثانية نعم روحية، نعم روحية وهي عطايا، ورزقها الحب والإخلاص. هي العطايا الروحية، رزقها الحب لله والإخلاص له. أن لا تعمل لإنسان ولا تميل لإنسان ولا تطلب مدح إنسان، لله وحده، لله. فلما بتكون لله مخلصا فالله تعالى ينعم عليك بالعطايا الروحية. كم عطية صاروا حتى تحفظوا هالعطايا؟ هيا العطايا، العطية الأولى بدنية ورزقها الأرض، في الأرض. ثاني عطايا إيمانية ورزقها الذكر والقرآن. ثلاثة عطية روحية ورزقها الحب والإخلاص. أربعة عطايا قرب وحضور وشهود، قرب وحضور ورزقها الانشغال به عما سواه، ورزقها الانشغال به عما سواه. فإذا اشتغلت به خالصا شغلك به، فحضرت معه في كل حال، وأنست به في كل آن وأوان. هذا يا ابني، هاي عطايا إلهية. فهذه العطايا إذن ليست بخارقة للعادة. لا أظن أنه عطية خارقة للعادة، هي عطايا فوق، لا ليست بخارقة للعادة، لكنها مستبعدة عن العادة، بعيدة عن العادة، وليست هي خارقة للعادة، بعيدة عن العادة. يتميز بها بعض الناس، بعض الناس الله تعالى يكرمه بذلك، يتميز بها بعض الناس، ولا يختص بها الأولياء. ما تظنوها هي خصوصية، هي لأهل الله. قل أخي أنا ما دخلت بذلك، لا يعني. بل تكون لهم ولغيرهم، كل من سلك هذا الطريق بلغ هذا العطاء. ما شرط أن يكون من أولياء الله، من العلماء، لا يعني. بعض أوقات بتكون لواحد أمي، مثل سيدنا الشيخ أمين الزملكاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان في علوم الشريعة أمي، ما عنده علم، لكن أدرك هذه العطايا وأدرك هذا المقام عندما شغل بالله عما سواه، فجعله من أهل القرب ومن أهل الحضور، وأمده بإمداد، خرج من أولياء الله ما يزيد عن 70 واحد من العارفين بالله، خرجهم في زمان. هذا يعني العطاء، وهو أم ما عنده حق يعني علوم. فبتصير لغير واحد عنده علوم، نعم تكون لمن ليس له علوم، إنما من كان له هذا الإقبال على الله وهذا الحال مع الله. فإذا أحب الشيخ ذكر الله عز وجل وأخلص فيعطى هذا العطاء. فإذا لا تظن أن يبني الحال هذا فقط أخي للأولياء، لأن شو دخلنا فيه لأن لا يبني هذا لكم كمان. كمان أنت ممكن تصير من أهل المقام، ممكن تصير من أهل الحال هذا. فلا تشوف حالك أنه أنت ما نفعال، لا. لكن يا أبني يلي بهيئة طنجرة بيطبخ فيها، أما جبنا الكوسة وجبنا البندورة وجبنا الرز واللحمة، لكن طنجرة ما في، شو بتعمل؟ بإيش بدك تطبخون؟ بدهن إناء يا أبني، هيئ الإناء وخذ العطاء.
اما اذا اناء ما في يعني بتكون انت اللي ضيعت على حالك. فهذا يعني عم بحكيكم بشيء لا تظنوا بانه خاص بالاولياء او خاص باهل المعرفه، لا يعني. هذا يكون لهم ولغيرهم، كل من سلك هذا الطريق، كل من ذكر الله، احب اهل الله، جالس الاولياء، صاحبهم وسلك هذا الطريق معهم، فالله تعالى يتفضل عليه ويعطيه مثل ما أعطاه. الله تعالى جعل أبواب الخير مفتوحة وأبواب العطاء مفتوحة، فمن سلك باب الخباز أخذ خبزا، ومن سلك باب النجار أخذ طاولة، ومن سلك باب الخياط أخذ ثوبا، ومن سلك باب الله أخذ من عطاء الله ومن فضل الله وفيوضات الله. فالفتح الإلهي أبني موجود، لا تظنوا أنه خاص، ولو كان خاص ما حكينا لكم، لو كان خاص ما حكيت لكم يا الله يرضى عنهم. أهل الله ما بيعلموا هالأمور إلا للخواص، بيكون عنده مثلا 50 مريد بيلخص منهم 5، بيعلم 5. نحن ما خلصنا، ما جعلنا 5، نحن عم نعطيكم كلكم. معناته العطاء بس لواحد ولا لكل؟ هذا لكم كلكم، وعم بفتحكم الباب وعم بعطيكم المفاتيح. هالمفتاح بيعطيك كذا، هالمفتاح بيعطيك كذا. فإذا أنت فتحت أخذت، وإذا أنت ما فتحت فلا تلوم يا ابن الشيخ، لوم نفسك على التقصير. الشيخ عم يعطي وعم يمد وعم يفتح، فإذا أنت ما صار لك، عم أقول لك يا ابني نعمة الأبدان وعطية الأبدان، مفتاحها رزقها في الأرض، مفتاح الإيمان نعمة الإيمان الذكر والقرآن، مفتاح الروح الحب والإخلاص، مفتاح القرب والحضور إلى الله انشغالك به عما سواه. فأنت بفتح أي المفاتيح واشتغل، وقلت لك العلم والحال والمقام الصفاء والأنس، بعدين الأدب، شوف انت اختار أنا وحدي بدك، افتح اشتغل. المهم ما تشتغل جمعة جمعتين وتوقف يا ابني، اللي بده يعني بده ياخذ بكالوريا درس جمعتين وترك، بياخذ بكالوريا ودرس شهر وترك، بياخذ بكالوريا بده يدرس يا ابني سنة واحدة، بده البكالوريا بده يدرس يا ابني ابتدائي واعدادي وثانوي لحتى ياخذ بكالوريا. نحن ما لحد إلا كدروس من الابتدائي، إلا كشتغل بذكر الله ويلا انطلق، والله يعطيك على قدر همتك. فنحتاج منكم يا ابني إلى همة، ولا أريد منكم إلا قلبا فقط. الله يبارك لكم يا ابني بشغلكم وبمالكم وبيوتكم، الله يبارك لكم يا ابني، بس سلموني قلبكم، قلب سلموا لحب الشيخ وخذ العطاء. ممكن ياخذ، ما عم بطلب منك شيء، حبك فقط، سلم قلبك لي لشيخك وخذ من العطاء ما تسمع بتنفيق الله مع الزمن مع مرور الزمن. فلا تظن حالك انه بيومين بتحصل عطاء الله. يا ابني غالي، ما هو رخيص. صرنا مع شيخنا يا ابني ما سنتين وثلاثة، صرنا مع شيخنا وإلى الآن بعد فضل الله عز وجل ما يقارب 58 سنة، بعد فضل الله بعد كرم الله، أسأل الله أن يثبتنا حتى نلقى. فيا ابني ما ظننا أنه شغلت يوم يومين، الإيمان يوم يومين ولا على طول، والإسلام كم يوم وبتدركوا بعدين، ولا من يوم ابتلد الى يوم ان تموت وانت مسلم. هكذا يا ابني، بدي اللي بده ياخذ
الفضل الإلهي. فلذلك نحن خسركم يا ابني الجزي، من وقف على باب الله بالذل. الذل أنه ذل إيش؟ قلبها ما الجسد. من وقف على باب الله بالذل ونادى بالافتقار، ونادى بالافتقار وظهر بين يديه بمظهر الانكسار، منكسر الى الله متذلل له، نال عطايا الوهاب الغفار. كم وحده؟ من وقف على باب الله بالذل ونادى بالافتقار وظهر بين يديه بمظهر الانكسار، نال عطايا الوهاب الغفار، وكان من أولي الألباب. هذا أدرك، كان من أولي الألباب. فهون بقى العطايا الوهبية بدها بقى تهيئة. يعني نحن قلنا للمهيئ للعطية المهيئ، التهيئة تحتاج إلى نقاء الإناء، التهيئة تحتاج إلى نقاء الإناء وصفاء الوعاء. فمن طهر قلبه من الأغيار وحجب عن الملذات والأوزار، فمن طهر قلبه من الأغيار وحجب عن الملذات والأوزار كان أهلا للعطايا والأنوار والأسرار. أظن ما تركت لكم وحدة، هاي أستاذاتكم. طهر إناءك، صفي إناءك وعاءك، طهر قلبك من الأغيار، والله تعالى يعطي من يشاء ما يشاء كما يشاء، والله يعطي من يشاء ما يشاء كما يشاء، ويمنع من يشاء ما يشاء كما يشاء، بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أسأل الله لكم العناية والتوفيق، أسأل الله لكم أن تكونوا من أهل هذا الحال، من أهل هذا العطاء. الله يجعلني وإياكم من أهل العطايا الإلهية التي تشغل قلوبنا بالله عما سواه. وصلى الله على سيدنا محمد